أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يسلم المسلم إذا دخل بيتا ليس فيه أحد نعم سلم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم هذا عام جميع والبيوت لا تخلو من لا تخلو من ملائكة ومن جن ومن مسلمين نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة